الحقيقة دي أي وقت باجي لحفلة من الحفلات 57 بتبقى أسعد أيام حياتي، لأن أنا بحب جدا أن أنا أشارك في حاجة زي كده، وبحس أن أنا فعلا في مصر. يعني مصر طيران يعني انطلاقا دايما من المسؤولية المجتمعية ليها، بتدعم أي حدث بيهدف إلى يعني أعمال الخير أو أعمال يعني تعود بالإجابة على الوطن بشكل عام. فإحنا هنا النهاردة من المنطلق ده، ومصر الطيران النهاردة اشتركت بأنها قدمت تذكرة مجانية للاكي درو تم السحب عليه ولمتسابق، وقدمناها مجانا من مصر الطيران. I'm one of the members, the board members of ECN. We're here to help out and fundraise for the hospital that's being rebuilt and modifications in Egypt. One of the chairpersons was my mother, who recently passed away, which was Miss Fatma Aboud. And I'm just here now to continue on her legacy and to also, you know, provide services for the kids in Egypt that are now suffering from cancer. يعني من غير ما نفكر احنا جينا على طول، انا وزوجتي واصحابنا كلهم كانوا معانا وزوجاتهم، وجينا نشارك في المهرجان الكبير ده. يعني بصراحه احنا نفسنا نشارك في الاي سي ان اللي هو الايجيبت كانسر نتورك فور هيلبينج اور بيبل اور كيدز ان ايجيبت. الحقيقه كانت اول مشاركه ليا، وانا فعلا سعيد جدا ان اشترك في الاي سي ان. مؤتمر جميل جدا، اتمنى لكم النجاح، وكلنا ان شاء الله هنشارك في الاي سي ان. المصري بتبعه مليان خير، قلبه مليان خير، ودايما بيحب الخير ويعمل الاعمال الخيريه، واحنا شعب حقيقي يعني اتربى على الحاجات دي، على الجوامع والكنائس، حتى في الجامع بيلموا التبرعات جزء كبير جدا من 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 استمرارية أي جامعة والمينتيننس بتاع الجوامع، وحتى عندنا في المقامات وبتاع بيحطوا النادري والحاجة من دور الهدفات. فحتة التبرع دي والأعمال جزء من شوق. حتى كان عندنا يعني أكبر وقف في الدول في العالم كله، كان عندنا في مصر، كان عندنا وزارة للوقف، وزارة أوقاف، والأوقاف دي كانت عبارة عن تبرعات، ناس يعني ناس تبرعت بأموالها، ببيوتها، بمشاريع يعني للأعمال الخيرية. يعني فإحنا طول عمرنا يعني جزء من تكويننا إن الأعمال الخيرية دي مش بس 57 سمعنا من العرب ومن الأجانب، مصريين وأجانب مليانين بالحب، بالذات العرب المصريين مليانين بالحب إن هم يعملوا أعمال خيرية كتير. يا رب نشوفهم دايما في أماكن وأوقات أكتر من كده مليون مرة، مش بس لنهوت، لمصر أم الدنيا. تحيا مصر. Alexander Sadi, New York Vision.